هسه نيجي لموضوع الايرلش هسه بدنا نعرف الايرلش انيميا طلابنا موست كومن كوز اوف موست كومن تايب انيميا وورلد وايد عندنا بالاردن برا الاردن مناطق كثيره في العالم ريسك فاكتور الها بدنا نعرفهم اللابس فايندنج بدنا نعرف الايرلش انيميا الثاني اسمتهم الايرلش انيميا بدنا نعرفها تريتمنت العلاج بشكل مختصر لاحظوا انا مختصر موضوع الايرلش انيميا بطريقه كثير مختصره موست كومن تايب انيميا وورلد وايد ريسك فاكتور انكريز نيد زي البريجنسي كل السبلاي زي المال نوتريشن زي الكاو ميلك فيدينج الاطفال اللي بياخذوا كاو ميلك او بريست ميلك فيدينج حتى هو ريسك فاكتور اللي في عندنا اللي هي مال ابزوربشن او بوست جاستريكتومي بعد عمليات الجاستريكتومي موست كوم ميتابوليك ستيرونز بعد الجاستريكتومي اللي هي ارنشنسي ارنشنسي انيما انكريز لوز زي الهيموريج اللي هو ركزوا طلابنا كرونيك هيموريج ركزوا كرونيك هيموريج مش اكيوت هيموريج اكيوت هيموريج بيعمل نورمستيك انيما بيعمل ارنشنسي انيما كرونيك هيموريج زي اللور جي اي بليدنج او اوفر جي اي بليدنج وهاي الهيموريج مهمه جدا اذا كان عندي انا unexplained eruptions anemia عم نعتبرها سببها الكرونيك بلاد لوس من الجي اي تراكت لازم نعمل ابر اندوسكوبي اند لور اندوسكوبي تو اكسكلود مالجنسي اهم شيء طبعا اللور اندوسكوبي لانه الكرون كانسر هو الموست كومن جي اي تراكت كانسر فهاي المعلومه مهمه جدا لابد نعرفها يا بيكون هيموريج في بعض الاحيان هيموليزس يمكن يعمل اروشنس انيميا سبيشالي انو هيموليزس بيكون انترا فاسكولار هيموليز انترا فاسكولار هيموليز زي جي 6 بي دي يمكن يجي معهم اروشنس انيميا على العكس من الاكسترا فاسكولار زي السيكسل انيميا والثلاسيميا هذول بيجي معهم ايرون اكسس بصير عندهم خماتوزس فالهيموليز يمكن يعمل اروشنس انيميا في عندنا سندروم اسمه بلمر فينسون سندروم هي بلمر فينسون سندروم شو هذا البلمر فينسون سندروم عباره عن اروشنس انيميا عبارة عن جلوسايتس إضافة للإسفيجال ويبس عبارة عن إنهيريتانس من ولدو عندهم كونجينيتال أنيمالي إسفيجال ويبس هاي بتعملهم ديسفيجيا بتعملهم ديسفيجيا اللي هي أبستراكتيف ديسفيجيا أبستراكتيف ديسفيجيا يعني بتكون لل بتكون للسوليد مورتون للإيش للليكويد طيب على كل حال هذول ريسك فاكتور طبعا للإسفيجال كانسر اللي هو سكوانس كارسينوما اللابس شو اللابس عندنا طلابنا فيرست تشينج موست سنسيتيف اول شيء بتغير اللي هو بون مارو هيموسيدرين ولكن احنا عاده ما بنعمل بون مارو بيبسي عشان نقدر نشخصه ولكن اذا هذا البون مارو هيموسيدرين اما هسه الاذر عن طريق الدم فحوصات الدم في عندنا سيرم فيريتين موست سنسيتيف عند السيرم اللي هو سيرم فيريتين لذلك اول تست احنا بنطلبه في حالات الايرن ستدي ايرن سنسيتيف اللي هو سيرم فيريتين بعد ما نطلب طبعا الهيموجلوبين ونطلب الام سي في نطلع الهيموجلوبين راح يكون له والام سي في راح يكون له الاذر في عندنا سيرم ايرن بيكون له ام سي في بيكون عندهم له ام سي اتش بيكون له ام سي اتش سي بيكون له وشو الاشياء اللي بتكون نلاقيها مرتفعه في الايرن سنسيتيف تي اي بي سي توتال ايرن بندك كاباسيتي ار دي دبليو راندوم ديستريبيوشن ويت ترانسفيرين ماكس طلاب ما ترانسفيرين مش ترانسفيرين ساتوريشن ترانسفيرين في عندنا البليتلت كاونت يمكن يكون مرتفع عندهم ننتبه على هاي الشغلات المرتفعه ننتبه على هاي الشغلات المرتفعه جيب لنا اياها بالامتحان انها لو انت بس لو حكى لي شو هو الجولد ستاندر لتشخيص ارنشنس انيميا او الموست سبيسيفيك لارنشنس انيميا هو شيء اسمه ترانسفيرين ساتوريشن اذا كان ترانسفيرين ساتوريشن اقل من 12% هذا 100% سبيسيفيك لارنشنس انيميا وهذا يعني انه في عندنا ارنشنس انيميا هاي مهمه جدا الموست سبيسيفيك لو حكى لي شو الموست سنسيتيف في الدم اللي هو طبعا اللي هو سيرم فيريتين موست سبيسيفيك في الدم موست سنسيتيف في الدم هو سيرم فيريتين طب شو في شيء قبل ما يتغير السيرم فيريتين اللي هو بون مارو هيموسيدرين بون مارو هيموسيدرين كمان هذا جولد ستاندر يمكن أن نعتمد عليه ولكن هذا بده بون مارو اسبيريشن او بون مارو بيبسي واحنا ما بنعمله عاده روتين للمرضى طيب ساين ان سيمتوم طلعوا شو عندنا قبل ذلك في عندنا باللابس كمان في البلاد فيلم عندنا هايبوكروميك مايكروستيك انيميا المايكروستيك حجمها صغير هايبوكروميك عند انيزوسايتوزس الانيزوسايتوزس انا مش بس انيزوسايتوزس بوي كل سايتوزس بيكون عندهم ساين ان سيمتوم في عندنا فاتيج ويكنس بالبيتيشن هيديك تينيتاس بصير عندهم بالور هذا موست كومن سيمتوم تكي كارديا لي هايبر دايناميك سيركيليشن سيستوليك ميرمر بصير عندهم سيستوليك انجكشن ميرمر يمكن يصير عندهم سيستوليك ميرمر يصير عندهم وايد بلس بريشر انتبهوا يصير عندهم وايد بلس بريشر زي هيك اعطيناك اياها بالفالفولار هارت ديزيز وايد بلس بريشر لانه بصير عندهم هايبر دايناميك سيركيليشن القلب يحاول يعوض بصير عندهم وايد بلس بريشر بصير عندهم كولونيكي هاي الكولونيكي سبيسيفيك لمين للارتنس انيميا جلوسايتس هاي بتيجي مع النيوتريشن انيميا زي البي 12 زي الفوليك اسيد زي البي 1 بس مش انيميا بي 1 ديفشنسي بشكل عام او بي 2 ديفشنسي بلوسايتس يعني استوماتاتس بيجي مع الارتنس انيميا بايكا هو عباره عن بصير خاصه عند الاطفال بصير للطفل يستطعم اشياء غريبه ياكل رمل او اشياء زي الطباشير هاي الاشياء تريتمنت اورال في الراس انتبهوا انه اورال مش اي في غالبا احنا بنعطي اورال 80 ل 90% من المرضى اللي عندهم ارتنس انيميا بنعطيهم اورال المرضى اللي عندهم اي في هم قلال جدا بنعطي في الراس ما بنعطي في الرجل بخمر في امتحانات في الرجل هي اف اي بلس 3 غلط بنعطي احنا في الراس اف اي بلس 2 فرى السلفيت اللي هي FE plus 2 لأنها الأبسوربشن لها أفضل Best indicator for treatment أو early indicator للتريتمنت هو الريتيكولوسايت خلال يوم 24 ساعة
الى 72 ساعه، ثلاث ايام بتغير الجلوكوزات وبلش يرتفع، بلش ايش يرتفع هو باللابس الريتك. شو يكون الريتك؟ بيكون لو الريتك، بيكون لو لما نعالج احنا الريتك بيرتفع. هيك هذا موضوع الارنجنس انيميا. يعطيكم العافيه جميعا، نتقابل ان شاء الله في المحاضرات القادمه.